أشاد عدد من السادة أعضاء مجلس النواب بالتعديل الدستوري الأخير الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الأولى من الدور غير العادي لمجلس النواب والتي عقدت يوم أمس الأحد، حيث يعتبر هذا التعديل الدستوري استمرارية لتطوير المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وذلك بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة الموجهة للسلطة التشريعية لتشمل أعضاء مجلس الوزراء، مؤكدين أن التعديل يهدف من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه الأسئلة للسلطة التنفيذية والرد عليها مكتوبة، مشيدين بالخطوة المتميزة التي تحقق تطلعات جلالة الملك المفدى والمشروع الإصلاحي من خلال تطوير الأداء الرقابي في مملكة البحرين بالارتقاء بالأدوات البرلمانية بالإضافة إلى مراقبة الأداء الحكومي، مما سيساهم في زيادة الرقابة والانتماء من جهة ورفع الكفاءة من جهة أخرى.